السلام عليكم. سلام وبركاته. نعم سيدنا. نعم تفضل. حفظك الله سيدنا. يا رب وياك. تفضل. ولا سيدنا. دلوقتي اخواننا اللي في غزه دول، يا هل ربنا مستفيهم عننا؟ الله اعلم، الله اعلم. يعني احنا مقصرين من ناحيتهم. طبعا مقصرين من ناحيتهم. وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون امثالهم. يعني الواحد بيشوف الاحداث دي بيحزن، وكل يوم بيدعي لهم والله. يعني ندعي لهم ان ربنا يهيئ للمسلمين من يدافع عن دينه وينافع عن دينه. يعني هل هم دلوقتي، يعني الله اعلم، ثبات الدين دلوقتي؟ ولا هم يعني كل واحد من نيته؟ اكيد انت عارف عنه. لا شك هم يدافعون عن دينهم وعن بلادهم. بارك الله فيك، نصرهم الله. جزاك الله خير. مشكلة اننا يعني عياذا بالله، عياذا بالله من الخذلان. حكام المسلمين مشغولون في دنياهم القبيحة، تمثيليات ومسرحيات وكلاب وفي كل شيء سيء يفعلونه، إلا نصرة الدين آخر شيء يفكروا فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ده ينطبق عليهم حديث لا تزال طائفة أمتي أو عصام أمتي ظاهرين على الحق. نسأل الله أن يكونوا كذلك، نسأل الله أن يكونوا كذلك.